هو السياسة الغربية قائمة على الصراع والغلبة لماذا لا. لأن بيئة الثقافة الغربية نفسها بيئة جدلية بيئة مم. جدلية صراعية مم. حتى يعني الصراع بين الآلهة والبشر مثلا مم. فكرة الصراع هذه فكرة قديمة مم. الصراع بين الإنسان وهذه الطبيعة ليتغلب عليها أو هل يتغلب عليها أم تتغلب عليه الصراع بين الدولة والمجتمع يعني مساله السياسه هناك قائمه على ايه ليست السياسه اصلاح لا لا قائمه على مصالح وليس على اصلاح على مصالح فما هي حدود صلاحيات الدوله هناك هنا صراع بين الدوله في صلاحياتها وممارساتها وبين المجتمع والشعب والناس وهم يعتقدون طبعا ان هناك ان ثم عقدا يعني اجتماعيا قام بين الناس وبين الدوله على ان يعني على هذا يسمونه عقد اجتماعي على ان يتنازلوا عن بعض حقوقهم في سبيل ان يعني في في سبيل تنتظم الامور يعني نعم. لهم طبعا فيها تعريفات متعدده ومفاهيم متعدده لكن هكذا هي عندهم على هذا النحو يعني نعم. ومن ثم فهناك صراع بين الدوله وبين الايه وبين المجتمع فتاره الدوله تتغلب والراسماليه من وراء الدوله نعم. أه 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 وأحيانا الشعب المجتمع يتغلب لكن في النهاية سواء إذا كانت الدولة أو المجتمع الكل واقع في قبضة الرأسمالية التي تحاول في هذه المرحلة المرحلة المعاصرة أن تعيد الرأسمالية الكلاسيكية إلى في في صورة النيو رأسمالية وتهيمن وتسيطر وتكون هي الحاكم الحقيقي وتكون كل هذه الأنظمة بما فيها الدولة المدنية المبجلة لدى كثير من المنسوبين للعمل الإسلامي تكون الدولة المدنية مجرد أداة متوحشة وشديدة الضراوة في يد هؤلاء فيعني يعني فهذه مسألة قائمة على الصراع أما في الإسلام فالسياسة ليست مصالح إنما هي إصلاح ولذلك حتى كمان تعريف السياسة نفسها ما كانت حتى في الاصل في الاول ما كانت تسمى السياسه الشرعيه، لان ما ما كان هناك فرق، ما, ما كان هناك يوجد سياستان، سياسه شرعيه وسياسه وضعيه، او سياسه شرعيه وسياسه شيطانيه، انما كانت السياسه هي السياسه الشرعيه. السياسه هي كما يعرفونها وكما جاء في تعريف ابن عقيل للسياسه هي يعني ما كان من الاقوال والافعال بحيث يكون امر الناس اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد. كل ما كان من قبيل الاقوال والافعال والممارسات ها التي تجعل امر الناس اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وهذا التعريف مبني على المعنى اللغوي للسياسه فالاصل في السياسه انها الترويض للاصلاح السياسه اصلها الترويض للاصلاح ومن ثم فالتربيه عنده من السياسه والتدريب عنده من السياسه والتعليم عنده من السياسه فالسياسة هي الترويض للإصلاح، لا. فهناك فرق كبير، السياسة في الإسلام مبنية على الإصلاح، السياسة في الغرب مبنية على المصالح وليس على الإصلاح لا.